عشرة الأخبار مع المهلهل حميد وندى لؤي. النشرة الرئيسية من العراقية الإخبارية نبدأها بأهم العناوين. الكاظمي يناقش الورقة الإصلاحية مع الكتل السياسية ويعدها قاعدة لتطوير رؤية البلد المستقبلية. الضغط الكبير سوف يؤثر سلبا على موازنة 2021، بالتالي هذا يضع الحكومة ومجلس النواب أمام ضرورة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية. مشروع الاقتراض يصل رئاسة البرلمان، نواب يتحدثون عن رفضه والمالية النيابية تحذر من تداعياته. الحكومة ترعى إطلاق مبادرة توظيف لتوفير فرص العمل للشباب، وتؤكد أن السياسات التوظيفية الخاطئة فاقمت أزمة البطالة. تفعيل مذكرات التفاهم والتي وقعت في السابق وترجمة هذه المذكرات إلى عمل. وزير الخارجية يبحث في القاهرة تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، ومصر تجدد دعمها للعراق. السلام عليكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الورقة البيضاء ستكون قاعدة تستند عليها عملية تطوير رؤية البلد المستقبلية. الكاظمي أشار خلال اجتماع مع الكتل السياسية بحضور رئيسي مجلس النواب والقضاء الأعلى إلى أن الحكومة كلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة، وتم تحديد موعد لها، كما تم الانتهاء من قانون الانتخابات. وأضاف أن العمل متواصل مع مفوضية الانتخابات والجهات المعنية لإجراء الانتخابات في موعدها، وأن الأزمة الحالية تحتاج لإصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها. وشدد على ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما تسعى إليه الحكومة، معربا عن أمله بأن يناقش مجلس النواب الورقة ويقرها من حيث المبدأ لتكون إطارا عاما لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي. إلى ذلك أكدت اللجنة المالية النيابية وصول مشروع قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب. اللجنة أوضحت في بيان إنها ناقشت الوضع الاقتصادي ومشروع قانون الاقتراض الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لإقرار تشريعه. من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة مثنى سامرائي ضرورة دراسة مشروع القانون باستفاضة قبل تشريعه ودراسة آثاره الاقتصادية على العراق. وقررت اللجنة رفع مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب تمهيدا لعرضه على المجلس وقراءته قراءة أولى، وتحويله إلى المستشار المالي للجنة لتقديم مشورة مفصلة حول القانون. كما تم الاتفاق على ضرورة أن ترسل الحكومة ورقة الإصلاح الاقتصادي خلال 60 يوما من موافقته المشروطة على الاقتراض. مشروع قانون تمويل العجز المالي للأشهر المتبقية من العام الحالي تم دراسته داخل اللجنة المالية ورفعه لرئاسة مجلس النواب من أجل إدراجه على جدول جلسات المجلس المقبلة. هذا ما ذهبت إليه تصريحات نيابية أكدت على أن حجم الاقتراض يبلغ بحدود 41 تريليون دينار لتمويل عجز الإنفاق الجاري والاستثماري، ولا يشمل موضوع الرواتب فقط، وإنما يشمل 38 بندا للإنفاق الجاري وبحدود 70 بندا للإنفاق الاستثماري. هذا الدين يعني ما عدا الديون الموجودة، ديون الخليج اللي يسموها بالديون البغيضة، وطبعا هذا الضغط الكبير سوف يؤثر سلبا على موازنة 2021، بالتالي هذا يضع الحكومة ومجلس النواب أمام ضرورة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية. فيما ربط نواب بين عملية إقرار مشروع القانون وتقديم الحكومة للورقة الإصلاحية التي تتضمن أوجه الإصلاح في مفاصل مالية وإدارية. سيكون هناك اعتراض كبير على هذا القانون
إذا ما كان هناك ورقة إصلاح صحيحة تعوض هذه القروض، يعني كيفية إعادة هذه القروض فوائدها، هذه كلها مهمة جدا في يعني أداء الحكومة أو إقناع الحكومة للبرلمان بأنها ستعد ورقة وستصلح الوضع الاقتصادي. برلمانيون تحدثوا عن أهم المفاصل التي سيغطيها مشروع القانون حال إقراره. جزء من القروض للرواتب الموظفين وجزء صغير منها للمشاريع الموجودة وخاصة المشاريع الاستراتيجية اللي حتى الآن ما نقدر ندعمها بالأموال. ويبدو أن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب سيعمل على سد العجز المالي للأشهر المتبقية من السنة الحالية ومن خلال تمويل النفقات العامة. آثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. ولمزيد من التفاصيل ينضم معنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي الدكتور فرات الموسوي. دكتور فرات مساء الخير. بالبداية نتحدث عن الأزمة الاقتصادية اللي يعيشها البلد وعن مخاوف من الانهيار الاقتصادي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذه الأزمة يعني أزمة عالمية، ليست فقط أزمة بالعراق، ولكن الأزمة يعني الآن مشتدة كثيرا في الثلاثة الأشهر الأخيرة من نهاية 2020، لها تداعيات كبيرة جدا، أخطاء كثيرة، تراكمات حكومات كثيرة. يعني إحنا الآن نعاني من يعني شدة اقتصادية يعني لم يمر في تاريخ العراق مثل هذه الأزمة. الحلول لهذه الأزمة طرحت يعني عدة محاور، عدة حلول، ولكن هذه الحلول على المدى البعيد، يعني ليست على المدى القريب. يجب أن يكون هناك يعني ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة، وإلا البلد يعني معرض إلى تداعيات حقيقة الاقتصادية، لها تداعيات أمنية، تداعيات اجتماعية. هاي الورقة تشمل شنو دكتور فرات؟ نعم، تتضمن رواتب، تتضمن إصلاحات، مشاريع. نعم، بالبداية المشروع اللي قدمت الحكومة اليوم للبرلمان هو هذا الاقتراض خاص فقط بالرواتب، للرواتب، تأمين الرواتب لنهاية سنة عام 2020. هذا جانب. الورقة الإصلاحية الاقتصادية حقيقة تشمل يعني ورقة إصلاحية اقتصادية قريبة المدى ممكن تحقيقها وبعيدة المدى على سنوات الحكومة. يعني الحكومة الآن غير قادرة 3 أشهر، يعني ليست لها عصا سحرية تغير الأمور، ولكن يعني واحدة من الأمور المهمة هي إدارة المنافذ الحدودية وإدارة منافذ الجمارك في العراق. واحدة من المشاكل اللي يعاني منها العراق عدم وجود يعني حوكمة إلكترونية، عدم وجود تحديث للمعلومات في جميع مفاصل دوائر الدولة اللي لا. ممكن تأتي بموارد إضافية للدولة. هذه واحد من الإصلاحات اللي دعا إليها الوزير المالية. أيضا إصلاحات بخصوص السياسة النفطية وجولات شركات جولات التراخيص، لأن هذه الشركات تأخذ أرقام كبيرة شهريا من العراق. نعم. إعادة يعني الاتفاق مع هذه الشركات وإعادة النظام بأكمله، هذه أحد يعني أبرز ما ستناقشه الورقة الإصلاحية. طيب دكتور، يعني لنتحدث عن الحل الآني اليوم الذي يتمثل بقانون أو مشروع الاقتراض. كما تعلم بأن رواتب الموظفين متوقفة لأكثر من شهر، قد تكون شهرين. ما هي تداعيات الاقتراض؟ تداعيات الاقتراض حقيقة مثل ما قلت تداعيات يعني خطيرة جدا، لأن العراق يعني يدخل في متاهات يعني غامضة جدا. ما لم يتم يعني وجود زيادة بالإيرادات في غير هذا الموضوع، يعني ما يقدر العراق، لأن العراق معتمد الآن اعتماد نفط. أي تداعياته بالضبط؟ تماما، معتمد تماما على النفط. تداعياته يعني هذا تأخر رواتب راح يسبب يعني ركود اقتصادي شامل يعني في البلد، لأن احنا نحتاج إلى مبلغ شهريا 6 تريليون دينار عراقي و200 مليار. هذا المبلغ مجرد تأخيره، يعني مو فقدانه، مجرد تأخيره يسبب كساد اقتصادي يعني في الشارع العراقي تماما. حقيقة يشيل الحركة تماما، يشيل أي مشروع تنموي استثماري يعني داخل العراق. فهاي مشكلة كبيرة جدا. لهذا الآن الحكومة ليس لها يعني أي حل سوى الاقتراض لمعالجة هذه المشكلة على الأقل لغاية نهاية السنة. لكن يعني دكتور، هنالك من أعضاء من مجلس النواب قد يكونون معارضين للاقتراض والتوقيع عليه لتداعياته السلبية على الاقتصاد العراقي. إلى أي مدى هو تداعيات سلبية على الاقتصاد؟ ما الذي سيؤثر بالضبط على الاقتصاد؟
حقيقة يعني الاقتصاد ممكن أن ينهار تماما يعني الاقتصاد العراقي بسبب هذه المشكلة، ولكن سبب في حالة الاقتراض؟ نعم سبب رفض البرلمان حقيقة هو مقتنع بالاقتراض لأن هذا الحل الأسرع، ولكن المشكلة اللي يعني معترضين البرلمان يعني يردون مقابل هذا الاقتراض أن تكون ورقة إصلاحية، وهذا اللي تم اتفاق عليه في 3 أشهر الأولى عندما تم اقتراض 15 تريليون الاقتراض الداخلي، كان واحد من شروط أن يتم بالمقابل وزير المالي أن يقدم ورقة إصلاحية اقتصادية يشرح يوضح كيف يمكن أن يرجع هذه الفلوس اللي تم الاستدانة لها، وهي مشكلة خطيرة يعني جدا. هو تعقيبا على السؤال، التداعيات اللي راح يعني تصير بسبب الاقتراض، نعم يعني الأسباب والمسببات، ما نتائج هذا الاقتراض؟ ايش راح يصير بالاقتصاد؟ ايش راح يصير بالسوق؟ والله الاقتصاد بالرواتب، يعني الرواتب هي الآن أهم مشكلة، يعني هي الرواتب يعني لا يوجد حل غير الاقتراض، يعني غير الاقتراض هذا ما يوجد أي حل ثاني، لأن الاقتصاد العام بشكل عام كله يعني النمو ماله ضعيف جدا. يعني مو تقول حضرتك محتمل إلى تداعيات سلبية؟ اي نعم تداعيات السلبية، هذا الاقتراض يقود البلد إلى يعني مشاكل أكثر، مشاكل طيب يعني ذكرت على الحل الأمن العام كل هذا مؤثر نعم. عليه يعني ذكرت بأن شرط مجلس النواب التوقيع على الاقتراض هو تقديم ورقة إصلاحية نعم. طيب الورقة الإصلاحية هل من الممكن أن تنشأ بوقت سريع لحل هذه المشكلة المستعصية لدى المواطنين العراقيين من تأخر الرواتب؟ حقيقة يعني هذا البرلمان طلب من وزارة المالية هذه الورقة يعني تقريبا صار 3 أشهر، يعني الوقت كان كافي، لكن هذه المشكلة، هذه الورقة الإصلاحية الاقتصادية سيكون هناك يعني مشاكل حقيقية بين الحكومة وبعض الكتل المتنفذة والمسيطرة على موارد الدولة، هناك يعني حرب على الفساد، هذه الورقة الإصلاحية الاقتصادية هي الحقيقية، هي حرب على الفساد، فلهذا يعني قاعد يتم تأخيرها، ولهذا اليوم السيد الكاظمي يعني لقاء مع الأحزاب كتل الأحزاب بدأ يشرح لهم الورقة الإصلاحية الاقتصادية، لأن لازم يكون هناك حد من يعني هذه الكتل المتنفذة على موارد الدولة، وهي هاي المشكلة الحقيقية اللي الآن تعاني منها الدولة. الدولة العراقية لها كثير من الموارد المالية التي ممكن أن تغطي جميع يعني نفقات، لكن ما مستفيدين منها. نعم ولا نعم تغطي جميع النفقات بدون الاقتراض، بدون حاجة إلى الاقتراض تماما، ولكن تحتاج إلى قوة من الحكومة، إلى إدارة لهذه الموارد المترامية. وأنا أؤكد لكم نعم. أن العراق موارد كثيرة، ولكن المشكلة لحد هذه اللحظة الحكومة يعني ليست فقط غير مسيطرة على هذه الموارد، ولكن هناك موارد كثيرة هي يعني نعم. ليس لها علم لعدم وجود نظام معلوماتي يعني شامل نعم. لهذه نعم. الدكتور فرات الموسوي الخبير الاقتصادي، شكرا لانضمامكم معنا. شكرا جزيلا. شكرا. معوقات كبيرة تواجهها مفوضية الانتخابات بعد تصويت البرلمان على اعتماد قانون الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، في الوقت الذي يطالب نواب عن المحافظات الغربية والشمالية بإعادة التصويت على القانون لكون العملية تمت بعد اختلال نصابي بحسب قولهم. معوقات عديدة تواجه نظام تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة وفق الفنيين في مفوضية الانتخابات خلال اجتماعهم اليوم باللجنة القانونية النيابية، منها صعوبة شطر المراكز الانتخابية داخل المناطق ما قد يتطلب سجلا جديدا للناخبين. من خلال هذه النقاشات توصلنا إلى حقيقة واقعية، وهي استحالة وصعوبة تنفيذ الدوائر أو تغيير النظام الانتخابي من دائرة واحدة إلى دوائر متعددة، ليست لدينا أي إمكانيات فنية. ونفى نائب رئيس اللجنة القانونية أن تقف هذه العقبات عائقاً أمام إجراء الانتخابات في موعدها، منتقداً عدم تسديد الحكومة الأموال المخصصة لمفوضية الانتخابات حتى الآن. لم يكن هناك شطر لمراكز التسجيل، فأعتقد موضوع تنفيذ
دوائر متعددة وإجراء انتخابات وفق هذا الصيغة سيكون أمر سهل لا مشاكل فيه. استمعنا إلى مشاكل فنية ثانية، استمعنا إلى بعض المشاكل المالية اللي تخص الجانب المالي من قبل المفوضية. لحد هذه اللحظة المفوضية لم يصلها أي دعم من الحكومة لا على المستوى المادي ولا على أي مستوى ثاني. وازداد حجم الكتل المعترضة على جلسة التصويت لصالح عدد الدوائر الانتخابية بوصف نواب عن المحافظات الغربية والشمالية جلسة بغير القانونية لاختلال النصاب فيها، بعد ساعات من إعلان ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي رفضه لهذه الجلسة. نحن نواب عن محافظات نينوى والأنبار وديالة وكركوك وبغداد نثبت اعتراضنا على ما حصل بالجلسة السابقة يوم 10/10/2020 فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية على عدد كوتا النساء، حيث أن التصويت قد تم بعد اختلال النصاب وبذلك يعتبر التصويت باطل ونطالب بإعادته. وإذا كان عدد الناخبين يصل إلى 26 مليون ناخب يحق لهم التصويت وفق إحصائيات المفوضية، فإن من حدث البطاقة البيومترية منهم لا يتجاوز 11 مليون ناخب حتى الآن، ما قد يهدد نسبة المشاركة في الانتخابات المبكرة وفق نواب. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. ما تزال مشكلة قانون المحكمة الاتحادية في البرلمان مستعصية وبلا حلول، فالكتل السياسية لم تنجح بتعديل القانون النافذ لها أو بتشريع قانون جديد، فيما يرى خبراء القانون بأنه لا قيمة للانتخابات دون وجود محكمة اتحادية تبت في نتائج الانتخابات وتفض النزاعات بين المتخاصمين. أزمة النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية تتعمق في ظل غياب عضوين من أعضاء المحكمة. لم تنجح الكتل والدورات النيابية السابقة والحالية بالتوافق على تشريع قانون جديد للمحكمة وفقا للدستور، وفشلت أيضا حتى الآن بتعديل المادة الثالثة من قانونها الحالي. تصويت على القانون سواء كان بتعديله أو بتشريع قانون جديد والهدف منه هدف واحد الآن الضاغط، وهو تهيئة محكمة اتحادية كاملة النصاب لغرض المصادقة على الانتخابات. وأنا أعتقد يوجد اتفاق بين القوى السياسية على ضرورة الإسراع بسد الفراغ في المحكمة الاتحادية. الحل الأسهل دستورياً والأبسط قانونياً أن نلجأ إلى تعديل الأمر 30 لسنة 2005 اللي هو قانون المحكمة الاتحادية الأولى اللي لا زال نافذ لحد الآن، اللي أصدرها الدكتور أياد علاوي لما كان يجمع سلطتين تشريعية وتنفيذية. ليش؟ لأننا نحتاج فقط إلى الأغلبية البسيطة. من دون نصاب المحكمة لا قيمة للانتخابات، يقول قانونيون في ظل دستورية المحكمة الاتحادية للمصادقة والبت في نتائج الانتخابات، فضلا عن فض التنازع والتفسير للمواد الدستورية القانونية المختلف عليها بين المتخاصمين. إن هذه المحكمة هي معنية بالمصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب، في حالة عدم وجودها يعني معنى لا وجود للانتخابات. وتعمل المحكمة الاتحادية بالأمر 30 الذي تشكلت بموجبه في العام 2005، لكنها اختلت في اختلال نصابها القانوني ولم تتوافق الكتل ومجلس النواب حتى الآن لتعديل أمرها النافذ أو تشريع قانونها المعطل على رفوف البرلمان منذ سنوات خلت. وعلى الرغم من أهمية قانون الانتخابات وموعد إجرائها، إلا أنها لن تتحقق ما لم يكتمل نصاب المحكمة الاتحادية بتعديل القانون النافذ أو تشريع قانون جديد. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد. والحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عضو مجلس النواب ينادم كنا، أهلا بك. أهلا وسهلا. ما هي أبرز العقبات التي تقف أمام صيغة الدوائر الانتخابية وتمريرها في مجلس النواب؟ يعني بداية هي الكوتا النسائية، يعني اللي هي 25%، يعني إن إذا صار انتخابات لكل نائب دائرة يعني ما راح تضمن هذه 25% دي الكوتا النسائية. فعليه الأمم المتحدة منذ البداية قالت ب80 دائرة حسب عدد النساء، 83 دائرة.
كل مرأة دائرة واحدة حتى الأعلى تفوز. الآن صار هذا التصويت، ولكن هناك بعض الكتل يعني أشكلت وطعنت في شرعية التصويت أنه ما كان أكون نصاب وغيرها. الآن يجمعون تواقي إخواني على الأستاذ أنه إعادة التصويت على هاي، لأنه تم التصويت على معيارين. الأول جاء به الأخوة في الفضيلة أنه كل محافظة دائرتين، وثم بغداد ونينوى وكركوك حالة خاصة، ولكن لم يحصل على التصويت، فشل بالتصويت. ذهب السيد الرئيس البرلمان إلى تصويت. يعني هل سيعاد التصويت؟ نعم. هل سيعاد التصويت؟ يعني هم يدعون أنه ما كان يكون إصاب، وأنا ما أقدر أحكم، يعني لازم الكاميرات والعدل. كيف راح تعاملون مع الاعتراضات؟ أكو كاميرات، أكو كذا. أنتم بمجلس النواب؟ نعم، موجودة، كل شيء مسجل. شلون راح تتعاملون؟ كيف راح تتعاملون مع الاعتراضات اللي قدمها؟ الاعتراض يصير لجنة تحقيقية، شركة تدقيقية يدقق أنه هل كان أكو، كان فوق 212 نائب موجود. طيب. لكن الإخوان يقولون لا، عند التصويت طلعوا قسم منهم. نعم صح طلعوا، لكن إيش قد طلعوا من أربعة؟ انسحبوا من الجلسة. نعم صح، ما فيش المقترح الأول. فإن شاء الله يتوافقون ويجون على كلمتي سواء خلال اليومين ثلاثة الجاي. نعم. أما العقبات فاليوم استضفنا الخبراء المفوضين الانتخابات، يعني هم متخوفين من تقسيم المراكز الانتخابية، لأنه دمجنا مع بعض كذا مركز حتى يصير لك مثلا بابل أربع دوائر فرضا أو كركوك ثلاث دوائر. فمتخوفين من أنه لا نروح إلى تقسيم المقسوم، تقسيم المركز الانتخابي، لأنه يرد له هواية وقت حتى تفرز مرة ثانية. بعدين أنا مقترحي كان اليوم، شفته بالتقرير، مقترحي أنه خلينا على تنسيق مع المفوضية في هذا الخصوص، شوية زائد شوية ناقص، حتى لا نأثر، لا نعرقل العمل أكثر. يعني دول اللجنة القانونية والمفوضية مع بعض خبراء. يعني هذا العمل وهذا الاعتراضات وهاي النقاشات والجلسات، يعني ربما، يعني هل سيكون موعد انتخابات بوقتها المحدد؟ يعني هو ما نقدر نحسم، لأنه عدا هاي احنا بعد ما ننتهي من قانون بحاجة إلى تعديل القانون، لأنه تم تشريع في ظرف غير طبيعي، وهناك كثير من التناقضات داخل القانون. بعد أن ينشر لدينا الحق في تعديله عاجلا بهذه النقاط اللي هي إشكالية بها، حتى نعدله بإنسيابية المفوضية تقدر تنفذ تطبقها. نعم. طيب لو ولكن هذه المعوق الأكبر، آسف، لا توجد أي إمكانات للمفوضية لحد الساعة حتى تتحرك. يعني كان اليوم يعني تشكي كبير، ما عنده إمكانات. مفروض الحكومة هي توفر الإمكانات للمفوضية، ومن ثم توفر البيئة المناخية يعني للانتخابات. ماذا هي هذه الإمكانات؟ يعني إمكانات مادية حتى يتحرك، إذا هي أجهزة، إذا هي معدات، إذا كذا، إذا يعني بحاجة إلى دعم. نعم. طيب، يعني هذه الاعتراضات في حال أنه حالت دون تمرير الدوائر الانتخابية التي صوت عليها، الدوائر الانتخابية المتعددة، ما هي الصيغة البديلة التي من الممكن أن تمرر؟ نحن لم نصوت على الدوائر، نحن صوتنا على المعيار. معايير، ولكن الدوائر لا زالت القانونية مع المفوضية في تنسيق كما قلت قبل قليل. الدوائر لم تحسم لحد الآن. نعم، هناك يعني لغط، هناك نقد، هناك عدم رضا. طيب، ما هي المراحل التي من الممكن أن تمرر حتى يحسم موضوع الدوائر الانتخابية؟ يعني أنا برأيي مع التعديل، الدوائر ثم التعديل، يعني نشر ثم التعديل، ربما نحتاج إلى مو أقل من شهر. طيب، إذا كنا جادين يعني مواظبين إرادة حقيقية. نعم نعم. يعني هسه تفضلت أستاذ كنا، قلت أنه تحتاج إلى دعم المفوضية. نعم. واليوم قبل شوي ذكرت قبل المباشر أنه فقدت المفوضية عضو آخر، توفى يعني. مش مفوض إلى محكمة المحكمة. فكيف راح نتعامل يعني الوضع القانوني كيف راح يكون؟ مشروعي قانون في آن واحد بالمجلس. مشروع الأول هو قانون كامل من الأساس، والمشروع الثاني كما تفضل السيد بالتقرير أنه قال أنه تعديل الأمر 30 اللي هي المادة الثالثة فقط، ما تحتاج أكثرية ثلثين، اللي هو نافذ أصلاً، نافذ أساساً. أحد الأخوان أنه يحتج أنه لا شريعة ودستور يقول لازم يكون كذا وكذا. نعم، كلامه صح، ولكن إذا ردنا انتخابات مبكرة لازم نقبل بهذا الواقع، تعديل هذا القانون. ثم الدورة القادمة خلي يسوي لنا قانون مفوضية أو اتحادية. هسه وضح شنو المحكمة؟ وضح القانون. الآن ما عنده نصاب، والنصاب حسب مادة 30 قانون الأمر 30 لازم نصاب بالإجماع. إجماع ما موجودة. ما موجود. هنا قصة اثنين. لا لا، صدر أمر بهذا الأمر، يعني صدر رأيه من زمان. فالآن ما عنده نصاب.
فالنصاب يجب انه نعدل القانون حتى يكون طريقه تعويض البديل. قلت لي نعم. طريقه تعويض البديل الناقص حتى يكون سهوله نعوض بسهوله يعني. وتشريع هل التعديل ممكن تعديل القانون مع خلال النصاب في المحكمه الاتحاديه؟ لا يحتاج الى اكثر من جلسه اعتياديه طبيعيه خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم. نحن جاهزين، قرينا قراءه ولا قراءه ثانيه، بقي بس تصويت عليه. سهل جدا اذا يبطلوا اخواننا اللي يعني هو الماده، يتساهلوا معانا على التعديل، التعديل ثم قانون التعديل، قانون المحكمة، القانون الشامل والكامل. نعم. نعم نعم. طيب سيادة النائب، يعني نستثمر وجودك معنا بموضوع تمرير الرواتب والتصويت على قانون الاقتراض، والحديث المتداول اليوم بأن ورقة الاقتراض موجودة في مجلس النواب، لكن مجلس النواب ممتنع عن التوقيع عليها لشروط. هنالك اعتراضات على الورقة أساسا عندما صوتنا على الورقة الأولى قانون الاقتراض الأول، اشترطنا مدة شهرين أن يأتوا لنا بورقة إصلاح. آسف أن أقول ورقة الإصلاح، اليوم أعلمت قيادات السياسية في مكتب السيد رئيس الوزراء، التقوا اليوم أعلنوها، ما وصلتنا لحد الآن ورقة الإصلاح. هذا يعني لم تطلعوا عليها؟ لم نطلع عليها لحد الساعة، لكن نعلم أنها ورقة جيدة وإن شاء الله نأيدها كلنا. لكن قانون الإقراض أو مسودة قانون أو مقترح أو مشروع القانون الإقراض ما وصلنا لحد الآن، اليوم سمعنا وصل مكتب الرئيس، اليوم مكتب رئيس البرلمان. نعم يوصل مكتب الرئيس والرئيس يحولها القانونية. يعني لنفهم الموضوع بالتفصيل، ورقة الاقتراض لم تصلكم، طيب قصدي ورقة الإصلاح تصل إلى رئيس الوزراء اليوم. لم تصل لحد الآن رسميا، لم تصل رسميا إلى مجلس مشروع النواب. الإقراض اليوم سمعنا أنه وصل للرئيس اليوم. يعني ما كان أنه واصل والبرلمان ما يشرع، هذه تهمة تأليب على البرلمان. كالعادة احيانا يستهدف البرلمان لاغراض يعني. نعم ما ادري ايش اقول لك. وصلت الفكره. شكرا جزيلا لك عضو مجلس النواب ينادم كنا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المؤسسات كافة للتعاطي مع مبادرة توظيف وتذليل العقبات أمامها وتطوير العمل بما يمكنها من تحقيق الاتصال المطلوب مع كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص. الكاظمي أكد خلال اجتماع عقده مع أعضاء مبادرة توظيف لفرص العمل أن هذه الخطوة تسير بالاتجاه الصحيح لمعالجة البطالة التي تفاقمت بسبب السياسات التوظيفية الخاطئة والمتراكمة، وأن النظام الاقتصادي في العراق ما زال أسير الأنظمة الشمولية في الإدارة ولم يتطور ليتلائم مع الدستور، الأمر الذي ساعد في تضخم وترهل هيكل الدولة. وأكد الكاظمي دعمه مشروع تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وعدم جعله يقتصر على تحقيق العدالة في التعيينات الحكومية، وإنما توسيع مهامه لتشمل المساعدة بالتوظيف في شركات القطاع الخاص، مشددا على الحاجة إلى إجراءات غير تقليدية لتحقيق التوازن المطلوب في تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص بعد توفير فرص العمل الفعلية المنتجة. أطلقت الحكومة العراقية مبادرة توظيف في إطار إجراءاتها للقضاء على سياسة التخبط في التوظيف. المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال أكد في مؤتمر صحفي أن الحكومة تعمل منذ عدة أسابيع لتوفير المستلزمات التي تحتاجها مبادرة التوظيف والتي تهدف لمعالجة المحسوبية التي كانت تسود قطاع الوظائف خلال السنوات الماضية. تم قبل قليل إطلاق مبادرة التوظيف. هذه المبادرة تبنتها الحكومة العراقية الحالية نتيجة ما يحتاجه الشباب العراقي هذا اليوم، وفي بادرة ومبادرة منها من أجل القضاء على سياسة التخبط التي اتخذتها الحكومات السابقة في سياسة التوظيف واعتمادها على المحسوبية وعلى أمور أخرى لا تمت بآليات التوظيف الحقيقية اللي يحتاجها أي بلد. تعلمون أنه منذ العام 2009 تم سن قانون مجلس الخدمة الاتحادي، لكنه ظل معطلا لأحد عشر عام.
من جانبه أكد وزير العمل عادل الركابي أن قاعدة بيانات الوزارة سجلت 10,000 عاطل عن العمل من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، مطالبا الجهات الحكومية كافة بأن تقوم بدورها لمعالجة هذه الحالة. الركابي أوضح في مؤتمر صحفي أن وزارته ستتخذ خطوات جادة كي يحل الشباب العراقيون محل العمالة الأجنبية التي تدخل العراق بطرق غير مشروعة. في وزارة العمل في قاعدة البيانات الآن 8,000 حملة الماجستير مسجلين في قاعدة البيانات و2,000 من حملة الدكتوراه، وهذه صراحة مأساة، يعني لأن احنا نقدر حجم معنى المؤهل الدراسي، يعني يحمل دكتوراه ومسجل في قاعدة العاطلين عن العمل، هاي مشكلة يعني. فنتمنى إن شاء الله بالمستقبل القريب أن تكون أمور كثيرة تتغير، وكل جهة من الجهات الحكومية يأخذ دورها المرسوم له وفق قوانينها. لدينا مشاكل طرحناها قبل قليل أمام دولة رئيس الوزراء والسادة أعضاء اللجنة المجتمعين، تمثلت بدخول العمالة الأجنبية إلى العراق بطرق غير مشروعة. هذه ستكون هناك خطوات حكومية جادة من أجل منح الفرصة الكافية للشباب العراقي أن يحل محل هؤلاء العمال الأجانب، وأن لا يكون هناك دخول للأجنبي إلا بإجازة عمل رسمية صادرة من وزارة العمل. أكد رئيس مجلس الخدمة محمد محمود عبد أن المجلس سيكون هو المستفيد من مبادرة التوظيف التي أطلقها مجلس الوزراء. عبد أكد في مؤتمر صحفي أن المجلس سيؤسس قائمة بيانات تبين حجم الطالبين للعمل ومؤهلاتهم الدراسية لإعداد رؤية واضحة للحكومة لاستحداث الملفات الوظيفية. مجلس الخدمة سعيد جدا بهذه المبادرة لأنه سيكون مستفيد من مخرجاتها. سنؤسس من خلالها إلى قاعدة بيانات تبين حجم الطالبين للعمل، الحجم الحقيقي للطالبين للعمل، المؤهلات الدراسية، المؤهلات التقنية المتوفرة عندهم، وتوظيف هذه القواعد البيانات في إعداد رؤية واضحة للحكومة في إدارتها لملف التوظيف واستحداث الدرجات الوظيفية وما غيرها من متعلقات في شؤون الخدمة. من الأخوان اللي يردون يقدمون على هاي الاستمارة يكونون دقيقين في عرض بياناتهم، يكونون واضحين في تحديد مؤهلاتهم وخبراتهم، لأن على هذا الأساس خاصة وأنه الجانب الأكبر منها راح يكون في مجال التوظيف الخاص. البيانات اللي موجودة في هذه الاستمارة سيسأل عنها قبل التوظيف. بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد العاطلين عن العمل لا سيما من فئة الشباب، تسعى الحكومة إلى حل هذه الأزمة عن طريق توفير القروض وزجهم في القطاع الخاص. فيما تؤكد الوزارات أن هناك جهودا تبذل لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الخريجين ودعمهم في تنفيذ المشاريع. الحكومة تسعى لمعالجة البطالة وتأمين فرص عمل لفئة الشباب كتوفير القروض وزجهم بالقطاع الخاص. هي تتحدث عن عزمها اعتماد حلول واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع ودعم شريحة الشباب بإمكاناتها المتاحة. الوزارة يعني سعت يعني من خلال استقطاب بعض المهندسين ومن الخريجين عاطلين العمل وكذلك الشرائح أخرى وزجهم أيضا في دورات، والسعي إلى يعني حثهم ودعمهم وتشجيعهم على تشكيل شركات. هذه الشركات ممكن نعطيها أولوية في تنفيذ المشاريع الصغيرة. أوعز السيد رئيس الوزراء بضرورة التكامل الاقتصادي والتواصل بين الوزارات، سيفضي إلى توفير عملة صعبة للبلد أولا، وثانيا تشغيل الأيادي العاملة. وزارة الصناعة ووزارة الزراعة لها قدرة على استيعاب كمية هائلة من البطالة الموجودة الآن في الشارع. خبراء تنمية أكدوا أن وزارة التخطيط هي من أضعفت مشروع تشغيل الشباب بعد تحويله إلى وزارة العمل، واقتصاديون يتهمون الحكومة بإهمالها القطاع الخاص الذي ما زال مكبلا بقيود الدوائر الحكومية وإجراءاتها المعقدة. يجب تهيئة وتسهيل عمل شركات القطاع الخاص. شوف شنو هي مشاكلهم خد تنحل. الشركات من الشركات الصناعية الجزائرية تحتاج إلى قروض. القروض التي تعطى شروطها ليست سهلة، يطلب منك ضمانات، الضمانات منين يجيب لك ضمانات؟ هو المشروع كافل نفسه. خلي تكون عقلية تساعد القطاع الخاص. ماكو دولة بالعالم
القطاع الخاص نهض إذا لم تكن الدولة تدعم القطاع الخاص. للأسف الحكومة الحالية تأخرت كثيرا في النظر بهذا المشروع وتحديدا وزارة التخطيط بتفعيله، وبدل أن تربطه مع مكتب مع مجلس الوزراء ورئيس الوزراء شخصيا أفرغت المشروع من محتواه وحولته إلى وزارة العمل. اليوم الحكومة محتاجة إلى وقفة جادة بحل مشكلة البطالة. البيروقراطية والمحسوبية في أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية وإهمال القطاع الخاص أنتجت جيشا من العاطلين وأهدرت ثروة شبابية كان من الممكن استثمارها في دعم الاقتصاد الوطني وتطويره. أما الحلول فيتمنى الشباب أن لا تكون مجرد شعارات ووعود بلا تنفيذ. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد. أزمة العاطلين عن العمل باتت معضلة لا حل لها نتيجة لعدم وجود المعامل الحكومية والأهلية، على الرغم من المطالبات الشعبية بضرورة تشغيل الشباب في مختلف القطاعات، الأمر الذي أدى لارتفاع كبير في نسبة العاطلين في عموم المحافظات. سنوات وهموم العاطلين عن العمل تتزايد، وما تزال الاستجابات الحكومية تفتقر للتطبيق. أزمة حلولها قد تكمن في تشغيل المعامل المتوقفة التي بلغت أكثر من 140 معملا حكوميا وأكثر من 18,000 معمل من القطاع الخاص. معامل ومصانع أغلب معداتها تهالكت وبعضها جديد لكنه أهمل. وزارة الصناعة كشفت عن أسباب هذا التوقف وأعداد المصانع العاملة التي وفرت فرص عمل للعاطلين. 25,000 معمل من تحت التأسيس وإكمال التأسيس، عندنا معامل بالقطاعين المختلط والقطاع الخاص، وأكو معرقلات للصناعي صراحة، من ضمنها الموافقات الأصولية المطلوبة من عندها من عقارات الدولة والبيئة، هاي ترهق الصناعي. الطاقات العاطلة على العمل والشباب كلها ممكن تستعبها بهاي المعامل، يتم استيعابها بصورة صحيحة ومدروسة تكون. الدعم الحكومي الذي من المفترض أن يكون سندا لصناعة وصناعيين بات عاجزا عن تقديم التسهيلات للمصانع التي غيبها المنتج المستورد والبيروقراطية والمنافذ غير القانونية. تراكمات تتزايد وحال المصانع المتوقفة لا يتغير، فالعاملون في هذا المجال يواصلون عملهم بمشقة رغم تأكيدهم القدرة على توفير فرص العمل للكثير من الشباب. اليوم ماكو دعم بالوقود، ماكو دعم للشركات للأسف. يسألوني على بطانية فتح باشا، لكن تروح الفتح باشا اليوم مغلق. احنا صناعة الاسفنج، تتصور صناعة الاسفنج، احنا بالستين العراقي يصنع اسفنج ويصدر للكويت ويصدر السورية، لكنه ما صار تطور، ما صار ابديت ويا الصناعة. اليوم مصانع الدولة كلها مكاينها متخلفة، ما تقدر تشتغل، ما تقدر تنافس. ويرى صناعيون ان القطاعين العام والخاص بامكانهما توفير اكثر من 250 فرصة عمل للعاطلين في حال وفرت الحكومة الدعم الكامل لهذه القطاعات التي ما تزال تعاني من البيروقراطية ومحاولة بعض الجهات تعطيل عمل المصانع والمعامل لأهداف النفعية. من بغداد، حسن الفواز، العراقية الأخبارية. وينضم معنا داخل الاستوديو عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قصي العيثاوي. أستاذ قصي، مرحبا بك. بالبداية نتحدث عن يحيى العيثاوي. يحيى العيثاوي، آسف، يحيى العيسى العيثاوي. نتحدث عن مجلس الخدمة الاتحادي، عمل مجلس الخدمة، ما هي الآليات والمعايير اللي راح يتبعها بعمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتنا لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. يعني قبل، أعطيني وقت قليل بس أعرج على موضوع الصناعة. الصناعة بالعراق حوربت منذ سقوط أو الاحتلال الذي أدى بدمار العراق منذ عام 2003 ولحد الآن، وشاركت في هذا السقوط عدة يعني دول، والدول المحيطة والمجاورة ما رادت العراق أنه تكون في صناعة منذ عام 2003 ولحد الآن، حتى يكون العراق سوق لتصريف البضائع سواء كانت رديئة أو غير رديئة. إضافة إلى ذلك، التجار الذين قاموا بتوريد البضائع إلى العراق بدون جمارك وبدون ضرائب وتكون هذه غير خاضعة للسيطرة النوعية، أيضا حاربوا يكون هنالك صناعة عراقية في أو يعني بناء مصانع في العراق، لأنه المصنع عندما يبنى في بلد معين
يجب أن تكون هنالك حماية لهذا الإنتاج، حماية المنتج ما موجودة بالعراق، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يقوم بإنشاء مصنع. ليش؟ أولا التجار يستوردون البضاعة بدون جمارك ولا يدفعون جمارك، وهذا كل تصويت الحكومة لأنه المنافذ عندنا مفتوحة، وبالتالي تكون البضاعة رديئة وغير، يعني حتى سيطرة نوعية وفحص على هالبضاعة ما موجود. لذلك أشوف يعني حاربوا بناء المصانع في العراق. إضافة إلى ذلك احنا طيب سوينا قانون المدن الصناعية، يعني أعرج على هاي الفقرة مهمة، وإحنا بالدورة السابقة صوتنا على قانون المدن الصناعية وقلنا يجب أن تكون هنالك طفرة صناعية ومكان بحيث يجي المستثمر يدخل في مدينة صناعية متكاملة بها الخدمات ماء وكهرباء وعلى حسب الأصول في سبيل يبني المصانع. تلاحظ عندنا هسه المدينة الصناعية في بغداد مساحتها 2000 دونم، لحد الآن الكهرباء ما موجودة بيها، اجت 4-5 مصانع الآن موجودة والحمد لله والشكر بدأوا ينتجون وصناعة جيدة جدا، ولكن الخدمات ما متوفرة. يا وزير الصناعة، يا وزير الكهرباء، يا دائرة الماء، وفروا لهاي المدينة الصناعية حتى يصير بها مصانع، شجعوا عملية البنى التحتية مالتها وخلوا اللي يجي حتى يقدر يستطيع أنه يبني مصنع. نعم. طيب شو الأسباب؟ ليش يعني ما يدعمون القطاع الخاص ونقص بها الخدمات والبنى التحتية؟ أقول لك شغلة واحدة، السبب الرئيسي لهذا الموضوع هنالك حرب على القطاع الخاص من قبل الموظفين الحكوميين. الموظف الحكومي، أنا قلت في عدة يعني كلام بهذا الاتجاه، الموظف الحكومي الساعة 3 ينتهي دوامه ويأخذ راتبه ويروح. القطاع الخاص يشتغل ليلة نهار ويعني أيضا يراقب المبلغ مالته، يراقب المعمل مالته، وما يخلي يكون فساد في هذا المجال. القطاع الخاص دائما نشوفه ينجح، ليش؟ لأنه يراقب عمله بصورة صحيحة. الدولة أغلبها موظفين، والموظف يكون هنالك عدم رقابة قوية عليه، وما عندنا شركات كثيرة حكومية راحت نهبت يعني، أو حتى الآن كانت هي تمويل ذاتي، الآن أصبح التمويل مركزي. إحنا عندنا الصناعة قبل بالعراق الشركات الصناعية هي تمول يعني تكون نفسها، نعم تكون نفسها ويصبح لها تمويل ذاتي. تمويل ذاتي اليوم صار التمويل المركزي، قامت تأخذ من الخزينة، يعني هذا شكل عبء، شكل عبء على الوزارة لأنه غير منتجة، غير منتجة، غير منتجة المنشآت والمصانع. السبب أنا سألت، أنا أقول لك الفساد الموجود داخل هذه الشركات. ليش قبل كانت منتجة، ليش صارت غير منتجة؟ ماكو رقابة عليها، الموظف غير حريص، الدولة أيضا غير حريصة. يعني هل هو يعني استهداف متقصد للقطاع الخاص كما أفهم من كلامك؟ استهداف متقصد للقطاع الخاص على مود لا يكون مستهدف من قبل الدول المجاورة والدول اللي احتلت العراق، هذا رقم واحد. اثنين، مستهدف من التجار، لأن التاجر لابس ملابس جيدة، المستورد لابس ملابس نظيفة، يجيب من الخارج يدخل العراق يربح أرباح أحسن من أبو المصنع. طيب. لأن من مناشئ رديئة يجيب مناشئ رديئة وغير مسيطر عليها في المنافذ الحدودية بحيث تكون هنالك. طيب. يعني حق الرد مكفول للجهات التي أعنيتها، جهات المعنية في حديثك. لنتحدث اليوم عن مجلس الخدمة الاتحادي، يعني ما هي المعايير التي سيعتمدها في عمله؟ لحد الآن مجلس الخدمة الاتحادي ما شفنا من عنده أي فعالية باتجاه تعيين الشباب وتعيين الموظفين الحكوميين سواء على المستويات العالية. لحد الآن الأحزاب والمسؤولين سواء على مستوى الشهادات العليا، دراسات الماجستير، نعم، وسواء الوزارات، لحد الآن إذا أكو درجات وظيفية لحد الآن التعيين ده يكون من قبل الوزراء والمعنيين في داخل الوزارات. لحد الآن ما شفنا واحد تعين من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، بالرغم من أنه احنا صوتنا على القانون وصوتنا أيضا على المسؤولين في الخدمة الاتحادية المسؤولين. طيب هل هنالك نية مختلفة عن سابقاتها في التوظيف، في حملة التوظيف التي أقرها مجلس الوزراء؟ والله التوظيفات اللي أقرها مجلس الوزراء غير مدروسة، يعني فوضوية، يعني يجي مجلس الوزراء مثلا يقول أعين هالقد، هو احنا أصلا يعني الموازنة لحد الآن ما قررت عدد الدرجات الوظيفية اللي ممكن رئاسة الوزراء تعين أو أي جهة أخرى، لأنه هذا فوضى ويعتبر. إذا اليوم إذا ما عندي أنا، إذا ما عندي لهذا الموظف درجة وظيفية في مكان معين، شلون أجي أوظفه؟ ولذلك شوف صارت عندنا فوضى في هذا الموضوع. نعم. الأستاذ يحيى العيثاوي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك.
أشاد وزير الخارجية فؤاد حسين بمستوى العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. حسين أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة أن رئيس الحكومة المصرية سيزور بغداد نهاية الشهر الحالي لتفعيل مذكرات التفاهم وترجمتها إلى آلية عمل. أكدنا على العلاقات التاريخية والعلاقات المشتركة بين البلدين، وتطرقنا إلى مواضيع اقتصادية وقضايا الطاقة وخاصة في مجال الكهرباء والغاز. تتشرف باستقبال السيد رئيس الوزراء المصري في أواخر هذا الشهر في بغداد لتفعيل مذكرات التفاهم والتي وقعت في السابق وترجمة هذه المذكرات إلى عمل. من جانبه أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن استعداد بلاده لدعم العراق والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع التدخل بشؤونه. نقدر التحديات وهي تحديات مشتركة التي تواجه العراق، وعلى أتم استعداد للتعاون لمواجهة هذه التحديات من منطلق الدعم للحكومة العراقية للعمل على الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. نحن نتطلع إلى مزيد من التواصل. سوف تكون هناك زيارة وزارية من قبل معالي وزير التخطيط ووزراء في المجالات الفنية تحضيرا للجنة العليا المشتركة التي سوف تعقد في العراق في أواخر الشهر. في زيارته الأولى إلى العاصمة المصرية القاهرة، بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع المسؤولين المصريين الملفات ذات الاهتمام المشترك، فيما جرى التنسيق للتحضير لعقد قمة ثلاثية في بغداد في الربع الأول من العام المقبل. في زيارته الأولى إلى العاصمة المصرية القاهرة، وزير الخارجية فؤاد حسين يبتدئ لقاءاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث العلاقات الثنائية وتسليمه رسالة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تضمنت التأكيد على عقد قمة ثلاثية مع الأردن، والتي من المؤمل أن تستضيفها بغداد في الربع الأول من العام المقبل. تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس رئيس الجمهورية، وتباحثنا اليوم حول مختلف المواضيع، وأكدنا على العلاقات التاريخية والعلاقات المشتركة بين البلدين، وتطرقنا إلى مواضيع اقتصادية وقضايا الطاقة وخاصة في مجال الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى العلاقات التجارية. وزير الخارجية أوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري أن القاهرة تلعب دورا رائدا عبر علاقاتها الإقليمية والدولية، ما شجع التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والتطرق لقضايا هامة وخاصة في مجال الكهرباء والغاز والعلاقات التجارية والتعاون الأمني والعسكري بين القاهرة وبغداد. في مباحثاتنا اليوم تطرقنا إلى مجموعة من القضايا السياسية والتي تتعلق بالوضع الإقليمي والدولي، وسوف نستمر بتبادل وجهات النظر في هذا المجال لتنسيق السياسة الخارجية، كما تطرقنا إلى مجموعة من المسائل المتعلقة بالقضايا الثنائية، وسوف نعمل من أجل إزالة بعض العقبات التي تواجه هذه المسائل. نحن نقدر التحديات وهي تحديات مشتركة التي تواجه العراق، وعلى أتم استعداد للتعاون لمواجهة هذه التحديات من منطلق الدعم للحكومة العراقية للعمل على الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما تضمنت الزيارة اللقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين المصريين للتنسيق لعقد اللجنة العراقية المصرية المشتركة في بغداد نهاية الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية فؤاد حسين في اليوم الثالث من زيارته للقاهرة اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي لاستكمال الاتفاقيات التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير بالعاصمة الأردنية عمان في أغسطس آب الماضي. أحمد محمد صالح، العراقية الإخبارية، القاهرة. سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 3893 حالة شفاء من فيروس كورونا في عموم محافظات البلاد، لترتفع بذلك نسب حالات الشفاء إلى نحو 84%. وكشفت الوزارة أيضا في موقفها الوبائي اليومي عن تسجيلها 3107 إصابات جديدة، فيما سجلت 60 حالة وفاة. جموع المحبين تودع جثمان أحد أعمدة القضية الحسينية السيد جاسم الطويرجاوي وسط هتافات تكشف عن مكانته الاجتماعية بين الأوساط العراقية من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة التي ووري الثرى فيها. بعد صراع طويل مع المرض انتقل السيد جاسم الطويرجاوي إلى مثواه الأخير عن عمر ناهز 73 عاما من مستشفى الأمير في الكويت. كانت رحلة عودة جثمانه الطاهرة بعدما دخلها إثر تدهور حالته الصحية، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أمر بتوفير طائرة خاصة لنقل جثمان فقيد المنبر الحسيني لتكون مدينة النجف الأشرف هي الوجهة التالية، حيث شهد مرقد الإمام علي عليه السلام مراسم التشييع الشعبي للفقيد. صلاة عني وبنيابته للمرحوم الفقيد. لينتقل بعدها إلى محافظة كربلاء المقدسة، حيث شهدت العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تشييعا شعبيا مهيبا لجثمانه، وبمشاركة مئات الشخصيات العشائرية ورجال الدين والخطباء وجموع المواطنين من كافة أنحاء العراق ليدفن في صحن الإمام الحسين عليه السلام. يقول الإمام علي سلام الله عليه: من تفاقر افتقر. الطويرجاوي هو جاسم بن السيد عبد بن السيد عباس من السادة العرد من محافظة النجف الأشرف ناحية الحرية، ومن مواليد 1947. بدأ رحلته بالخطابة منذ كان عمره 10 سنوات. خرج من العراق متوجها إلى الكويت عام 1980 بعد تدهور الأوضاع السياسية، خصوصا مع حملات الإعدامات والاعتقالات الممنهجة. ينتقل بعدها إلى إيران عام 1990، وقرأ السيد الطويرجاوي في سوريا ولبنان والسعودية والكويت والبحرين وقطر وإيران وبريطانيا. سيف مهدي، العراقية الإخبارية. نذكركم بالعناوين. الكاظمي يناقش الورقة الإصلاحية مع الكتل السياسية ويعدها قاعدة لتطوير رؤية البلد المستقبلية. الضغط الكبير سوف يؤثر سلبا على موازنة 2021، بالتالي هذا يضع الحكومة ومجلس النواب أمام ضرورة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية. مشروع الاقتراض يصل رئاسة البرلمان، نواب يتحدثون عن رفضه والمالية النيابية تحذر من تداعياته.